من امثالهم ان شاء اللهم الله، آمين. ونتعلم ان شاء الله على ايد حضرتك القران وقراءه القران وتلاوه أستغفر القران، الله ومن قبل كده أستغفر العمل الله. بالقران. نعم طب شيخنا، احنا عايزين دايما يعني نختم الحلقه بالحكمه والخلاصه من الايات الكريمه التي قراناها. معنى 4 آيات. 1، قال تعالى: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. 1، الاستفادة من التاريخ في الأوقات العصيبة والأوقات الهينة، نعم، لأن التاريخ يعلمنا كيف كان الدين يعبد في مثل هذا الواقع، فنأخذ إيجابيات الواقع لنعالج به سلبيات واقعنا. من واقع، من حديث، من تاريخ مؤصل محقق، فهذه أهمية التاريخ. قال نعم تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة. نعم. الأمر الثاني، فن الدعوة والإرشاد إلى الله تبارك وتعالى خاصة. اذهب إلى فرعون إنه طغى. المعهود في الحياة أن يذهب المريض دائما إلى الطبيب، أما في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فإن الداعي لا بد أن يذهب هو إلى المريض، ولكن إذا أراد أن يذهب فلا بد أن يزكي نفسه وأن يكون عنده الهداية حتى تتوفر له الخشية. قال تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك. حتى تتحقق هذه الخشية لا بد أن يكون مزكيا نفسه، لا بد أن يكون مهديا على سبيل صحيح. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. حتى تتحقق الخشية أي الخوف من الله تبارك وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج. معنى أدلج يعني سار أول الليل أو سار الليل كله، ومن أدلج بلغ المنزل يعني وصل إلى المراد. نعم شيخنا، عايزين نختم بدعاء مبارك نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. فيكم بارك. أعزائي المشاهدين، باسمي واسمكم نشكر لفضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إلى